وانت طيب يا باشمهندس. الله 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 الله. كل سنه وانت طيب يا جماعه. ايهاب الخطيب جايب في الجول حلو قوي. يا جماعه خلاص بقى خلصنا. كل سنه وانت طيب وطيبين، وكل سنه محتفلين بيك وسعداء بوجودك وسطينا. شاكرين جدا جدا يا جماعه. ايهاب الخطيب واسلام الشاطر وكل اداره القناه وفريق العمل كله بيقول لك كل سنه وانت في اتم صحه وعافيه. انا اللي بقول لكم الف شكر، كل سنه وانتوا احسن مني 100 مره وانت في احسن واكثر صحة. مني يعني خلقا وجداره واحترام. طيب وعبد المنعم القصه ومحمود المخبزي ايه؟ وفريق الاعداد. اتفضل. داي تو يو. لا 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 لا. هابي بيرثداي تو يو. شكرا. هابي بيرثداي تو يو. شكرا. سنة حلوة يا جميل. لا خلاص بقى جميل ايه؟ شكرا لأسرة القناة، شكرا لحضراتكم، وربنا يخلينا على قد الثقة. أنا لسه بقول لك ايه؟ ربنا يجعلني أحسن من ظن الناس بيه. وانا سكت. انا سكت بقول لك. عارف يا هاب الخطيب مرتب لك جول. اوه شكرا. كل سنه وانت طيب. بس بيني وبينكم التورته شكلها حلو قوي. طب ايه يعني هت... لا بعدين طيب بقى طيب. ايه بقى؟ لا خلاص. لا 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 مش دلوقتي. لا لا. ومحمد مصطفى جاي لك جري. محمد محمد مصطفى جاي لك 10 سنين. اه طبعا لازم ابقى الاب الروحي. حبيبي كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. لا تتقطع بعدين دي. يعني يجوا ويعضونا بعد ما يجوا. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. شاكرين يا محمد، ياما احتفلت بيا انت حبيبي. شكرا جزيلا يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والمهندس عدلي في احسن صحه وعافيه. هنشوف في هذا التقرير جانب من سطور ايقونه الاهلي وبطل ملك وكتابه المهندس عدلي القيعي. نشوف. الثعلب مهندس الصفقات رجل الأهلي الأمين. المناسبة عيد ميلاده السعيد. ألقاب كثيرة يستحقها المهندس محمد عدلي محمود رياضي القيعي، هو أحد أشهر الأسماء الكبيرة داخل قلعة النادي الأهلي منذ عقود مضت. هو الاسم الكبير الذي ارتبط بالكثير والكثير من النجاحات بتقلده العديد من المناصب والعمل مع العظماء والرموز ليكون واحدا من الشخصيات المهمة في سجلات وتاريخ النادي الأهلي. القيعي عمل مع العظيم الراحل صالح سليم مديرا للنادي لأكثر من 8 سنوات، مع الكابتن عبد صالح الوحش لفترة طويلة كرئيس لجهازي كرة اليد وتنس الطاولة، فضلا عن عمله مع حسن حمدي في المجلس السابق كمدير للتسويق. توهج وأبدع القيعي في إبرام العديد من الصفقات الشهيرة للنادي الأهلي، حول دفة الكثير من النجوم لبوصلة قلعة الجزيرة حتى لقب بمهندس الصفقات. هو أحد أفراد أسرة القيعي بمدينة كفر الزياب بمحافظة الغربية. هو الذي التحق بعد ذلك بكلية الزراعة جامعة القاهرة مع نجمي الفن عادل إمام وصلاح السعداني. رغم تألق المهندس القيعي في مجالات متعددة، إلا أنه لم ينسى نصيبه من الإعلام، فشارك في تأسيس مجلة النادي الأهلي، بل هو صاحب الفكرة كأول مجلة متخصصة تصدر عن النادي المصري في مصر مارس 1974. القيعي الذي يذوب عشقا في النادي الأهلي، هو صاحب سيرة ذاتية تعتاج لمؤلفات، ربما لا توجد لعبة أو مكان في النادي إلا وكان للقيعي بصمة ودور وحكاية. فهو مدير جهاز تنس الطاولة في الفترة من عام 65 إلى 76، هو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من 76 إلى 80، هو المشرف العام على النشاط الرياضي للنادي في الفترة من 85 إلى 87،
هو مدير جهاز كرة اليد في مهمة بناء فريق جديد في الفترة من 88 إلى 90. هو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في مجلس الإنقاذ عام 91 و 92. هو مدير عام النادي الأهلي والمتحدث الرسمي في الفترة من 93 إلى 98. هو أول من أنشأ إدارة للتسويق والاستثمار الرياضي في مصر عام 2001 بهدف تحويل النادي إلى شركة على غرار الأندية الكبرى في العالم. هو صاحب فكرة إنشاء قناة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وهو الآن أحد أهم مقدم البرامج فيها مع إبراهيم المنيسي في برنامج ملك وكتابة. متعك الله بموفور الصحة والعافية، أطال الله في عمرك، وكل سنة وانت طيب. كل لحظة وانت طيب يا باشمهندس، متشكرين جدا على هذا التقريب. بس عايز اصلح حاجة عشان كل واحد ياخد حقه. آه. لما كنت صاحب فكرة اصدار مجلة نادي الأهلي، لكن انا اللي نفذت أيوه. هذه الفكرة بتعليمات من الكابتن صالح سليم مجلس الإدارة. تمام. لانه قال لي انت كنت عامل مجلة، عايزين مجلة خاصة، عايزينك نستفيد بخبرة تعمل لنا مجلة النادي الأهلي. اما فكرة القناة فكانت حديث بيني وبين الكابتن صالح والكابتن حسن، وكنا بنتحين الفرصة. لما جت إدارة التسويق احتضنت الموضوع وعرفنا نطلعها.